قام أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم الأحد بطنجة بخطوة غريبة وغير مفهومة، حيث تمكن من الهرب من مستشفى دوق دوتوفار حيث كان يتلقى العلاج لوجات مجهولة. وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن المصاب في الستينيات من عمره والقاطن بمنطقة بئر شفا، والذي خضع لتشخيص إصابته بالفيروس القاتل رفقة زوجته في إحدى المصانع قبل 10 أيام، قام بالهروب من الجناح الخاص بمصابي الجائحة مستغلا الساعات الأولى من الصباح وغياب العطلة الطبية والتمريضية. وأضافت ذات المصادر أن رجال الأمن انتقلوا إلى منزل المعني بالأمر في حي بئر شفا وإلى منازل أفراد من عائلته بأحياء أخرى في المدينة على أمل ضبطه وتوقيفه.